الهام قائل عليه السلام وبين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم زجر بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. واقبلت الحور العين الى امي آمنة رضي الله عنها تبشرها بانها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشريه بالسعاده التي ابديه والمره القمريه وطلعه محمديه. أخذها المهار واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه. Oh yeah.